يعطيكم العافية. السادس اليوم يا مس رح نحكي عن النمبر سيكونس. لما احكي عن النمبر سيكونس انا بحكي عن مجموعة من الاعداد تتخذ نمط معين. تمام يا اطفال؟ تمام يا ابطال؟ اذا عندي مجموعة من الاعداد تتخذ نمط معين. هاي الاعداد ممكن النمط الذي يكون مطبق عليها اما يكون يا مس بانه انا الاعداد عندي عم بتزيد، وممكن يا مس تكون الاعداد عندي تنقص، تمام، او عم بتقل الفاليو لإلها. خلينا يا مس نشوف هلا الفرع A. بالفرع A يا مس بدأنا ب 88 88، بعدين صار عنا 89، بعدين شو صار عنا يا مس 90، بعدين يا مس صار عنا 91. اذا بنلاحظ هون بانه الفاليو لهاي النمبرز عم يزداد. يس. طب قديش يا مس عم يزداد؟ عم يزداد بمقدار 1، صح ولا لا؟ انا عم بعمل adding 1 في كل مرة. شوفوا يعني يا مس ال 88 كيف صارت 89؟ انه عملت لها adding 1. وانا عملت adding 1 على ال 1s، عملت اضافة 1 على منزلة الاحاد اللي هي ال 1s. هون نفس الشيء يا مس. يلا يا مس adding 1، فشو صارت؟ 19. ال 19 شو صارت؟ 91، لانه عملت عملية adding 1 على منزلات ال 1s. تمام يا مس؟ هلا هون يا مس ال 91 شو بدها تصير؟ بدها تصير 92، وال 92 93، وال 93 شو بدها تصير يا مس؟ 94. تمام يا ابطال؟ هلا هون يا مس، هون يا مس بدنا نروح للفرع بي. تمام يا ابطال؟ في الفرع بي يا مس عندي 31 صارت 34، و34 شو صارت؟ 37، و37 صارت 40، وال40 شو صارت يا مس؟ 43. اللي بنلاحظه هون يا مس انه انا كل مرة عم بعمل عملية adding، عم بجمع، عم بضيف يا مس. ليه؟ لانه القيم كل مالها بتصير اكتر، عم تكبر، صح يا مس؟ طب قديه عم بعمل adding يا مس؟ عم بعمل adding ل 3، لانه ال 1 صارت 4، وال 4 شو صارت؟ 7، وال 7 شو صارت؟ من صارت 40، يعني 37 صارت 40. اذا يا مس انا كم بضيف في كل مرة؟ 3، صح يا مس؟ طب هون يا مس ال 43 شو بدها تصير قيمتها؟ 46. طب وال 46 شو بدها تصير يا مس؟ 49. تمام يا ابطال؟ هلا بنيجي هون يا مس للفرع سي. عندي هون يا مس 52، وعندي 54، و 56، و 58. بنلاحظ يا مس انه احنا عنا زيادة، صح ولا لا؟ طب يا مس ما هي مقدار الزيادة؟ ال 52 كم لازم اجمع لها لحتى تصير 54 بلس 2؟ وهون يا مس ال 54 كم لازم اجمع لها لحتى تصير 56 بلس 2؟ وهون ايضا يا مس ال 56 كم لازم اضيف لها لحتى تصير 58 بلس 2؟ اذا احنا شو عم نعمل هون يا مس؟ عم نضيف 2 في كل مرة. يلا يا مس هون نجي نعمل adding 2، شو بدها تصير يا مس؟ 60، صح يا ابطال؟ طب بعد ال 60 بصير عندنا 62، وبعدها يا مس 64. هلا هون يا ابطال عندي 18 صارت يا مس 22، بعد ال 22 شو صار عندي؟ 26، شو صارت يا مس؟ 30. اذا بنلاحظ يا مس هون كم أضفنا 4، وهنا يا مس كم مقدار الادينج؟ 4، وهنا أيضا يا مس كم مقدار الادينج؟ كم أضفنا؟ أيضا 4. إذا الثيرت يا مس كم بدي أضف لها؟ 4، وشو بدها تصير؟ 34. تمام يا أبطال؟ طيب يا أبطال هلا ال 34 بدي أضف لها كمان، وشو بدها تصير؟
38 يا مس لما اضيف لها كمان 4 شو بدها تصير يا ابطال 42. هلا يا مس بننتقل لاخر مثال معانا لليوم. عندي هون يا مس 75 صارت 80 وال80 شو صارت 85 وال85 صارت يا مس 90. بنلاحظ هون يا مس كم مقدار الادينج we adding 5 هون يا مس كمان عم نضيف 5 وهون عم نضيف 5 تمام يا ابطال. طيب يا مس اذا يا مس 90 شو رح تصير؟ رح تصير 95 وال95 شو رح تصير يا مس؟ 95 رح تصير 100 وال100 يصير 105. هلا يا مس عنا اخر مثال معانا لليوم. طبعا هو هذا المثال بجمع ما بين الجمع والطرح يا مس. انتبهوا معي كتير منيح يا سادس على هذا المثال. هون يا مس ببلش عندي السيكونس او المتتالية. طبعا السيكونس هي متتالية وهي احد اشكال الانماط. اذا هذا النمط او هاي السيكونس بلشت عندي بال 150 بعدين صار عندي 125. اذا شو بنتشار يا مس هون؟ نقص العدد. كم نقص؟ ماينس 25. كم طرحنا؟ ماينس 25. فجأة يا مس العدد بيرتفع بزيد فبصير 175. كم جمعنا يا مس؟ عملنا adding 50 صح يا مس؟ بعدين صار العدد 150 رجع العدد قل. طب احنا شو عملنا؟ عملنا subtract ل 25 او هون كان في عنا طرح ل 25 صح يا مس؟ طرحنا 25. هلا ال 150 لل 150 يا مس شو عملنا لها؟ صارت 200. شو صار؟ عملنا adding ل 50. اذا بتلاحظوا هون يا سادس مره بنطرح مره بنجمع، مره يا مس نعمل subtract ومره بنعمل adding. اذا يا ابطال هون كانت عندنا الخطوة الأخيرة هي الادينج. شو بده يجي بعد الادينج؟ سبتراكت. تمام يا مس؟ بطرح 25 وبجمع 50، بطرح 25 وبجمع 50، بطرح 25 وبعدين بنشوف هلا الخطوة اللي بعديها. يلا يا أبطال يا مس ناقص 25 شو بده يصير عندي؟ 175. اوكي طيب يا مس لانه احنا بنعمل سبتراكت. طيب يلا يا ابطال هلا هون يا مس عملنا سبتراكت وطرحنا، بعد الطرح شو بيجي؟ بيجي الجمع. يلا يا ابطال شو رح نعمل هون؟ رح نجمع. رح نجمع كم؟ رح نجمع 50. تمام يا ابطال. طيب يا مس ال 157 لما اجمع لها 50 شو بدها تصير؟ بدها تصير 225. لو في خطوه بعد هاي الخطوه يا مس ايش بتكون؟ بتكون طرح ل 25. يعني انا بدي اكملها. لو عندي خطوة هون شو بدها تكون؟ بطرح ل 25 وشو بصير في عندي؟ 200 صح يا مس؟ الخطوة اللي بعدها ايش بتكون؟ بلس 50 بدي اجمع 50 صح ولا لا؟ شو بتكون يا مس؟ 250. وهكذا يا مس تستمر السيكونس او المتتالية. اذا احنا بالبدايه قلت لكم انه هذا نمط صح، ولكن ما حكيت لكم انه اسمها سيكونس. هذا النمط يا مس اسمه سيكونس متتاليه،
والمتتالية هي نمط زي ما انتو شايفين، وبفصل بين الأعداد فواصل. بفصل بين الأعداد شو يا مس؟ فواصل. تمام يا أبطال؟ لهون بنكون وصلنا يا مس لنهاية حصتنا لليوم. يعطيكم ألف عافية يا سلام.